أوضاع الانتخابات والله مو زينة صراحة، يعني اكو ناس اكو حكي يقولون روح على سنجار تنتخبون، بس مشكلة اكو ناس ما عندها فلوس، فقيرة الناس، يعني مو كل شيء يعني واحد يقدر يروح على سنجار. يعني لو احنا ننتخب بالكردستان احسن من غادي، نطلب من المرشحين الجدد يعني يسوون فرصة عمل الشباب طبعا، يعني يسوون مستقبل شيء، فشي شباب شباب نصهم خريجين كلية وما عندهم ولا شيء. انتخابات بخده انتخابات غمينا سرسرة سرچاوا امي صوتا خو بدنه تي، بس هتان هو لازم بري انتخابات اما تن شغلة قدي بكن كاكي انسانا كي الفي شغل از ديانا برسيا كشكوش نيم اب الاف ال دسي داش دينا فايب جل كامبا سورينا والكامبا دينا تو غير كامبا جي الفان ما اعتقد عربات شنا ماينا حتى انه انسان كي سرخل يعني الكشكا كوش نغنا برسي واروج هال الكامبا خان كي يك جماعتا ما بوش خان سوري بو غريا والله يعني حمروي مزن جي بو غريا گو والله گو افرزاق دنا ما گوز تروشم گوشم پي دم بلاجا خو گو كچم گوتم خر رسيدگي م بشينال دسي داش ده گو خر رسيدگي م بشينا تم المصادقة على انتشار رصيد النازحين والعام والخاص للنازحين. كما أسلفت الذكر عندنا 61 مركز اقتراع مقسمة على مخيمات النازحين بالإضافة إلى المراكز الموجودة خارج المخيمات المخصصة للمخيمات. لدينا 15 مخيم في محافظة دوك سوف تجري فيها عملية التصويت، والعدد الإجمالي للناخبين الذين يحق لهم التصويت في داخل المخيمات أكثر من 88 ألف ناخب بإمكانهم التصويت داخل المخيمات في يوم الاقتراع.